السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. بالنسبه للفيديو ديال اليوم، بغيت نشارك معكم النهار ديال عاشوراء كيفاش كندوزو، وما ننساش نبارك لكم العواشر، عواشر مبروكه تخلي عليكم بالصحه والعافيه والهنا. انا هذا الفيديو صورته يومين قبل عاشوراء باش نوريكم كيفاش كندوز يعني الاجواء والعشيه ديال عاشوراء مع الحباب والصحاب، حيث ضروري ما نحافظوا على هاد التقاليد ديالنا ونجمعوا ونبعدوا من دوك الخرافات ونشطوا شي شويه ونضحكوا مع راسنا. اول حاجه اللي غادي ندير هي انني غادي نهبط للمدينه نتقدى شويه ديال الفاكهه وناخذ اللعاب لبنتي، حيت هذا هو النهار اللي كنفرحوا به الوليدات، واهم حاجه هما التعارج والبنادر. خليكم معايا. بالنسبه للفاكهه الاخرى اللي خديت خديت ربعه من كل حاجه. خديت ربعه ديال اللوز، كاوكاو، القرقاع، الزبيب وكاوكاو. بالنسبه للشريحه والتمر درتهم في الوسط، وهذا هو الوقت باش ناخذوا التمر حيت دابا راه دخل جا مع المناسبه ديال عاشوره. وبالنسبه للثمن ديالو خديته ب35 درهم، يعني ثمن اللي هو مناسب، وضروري ما ناخذوا هاد التمر جديد حيت يكون مفيد، ما فيه لا دواء لا حتى شي حاجه، غير هو ما كيصبرش بحال التمر اللي كناخذوه على طول العام، يعني ضروري ما توضعيه في الثلاجه، كيبقى واحد المده ديال شهرين وهكا تيجي الشكل ديال الفرقه ديالنا من بعد ما وضعت فيها الفاكهه اللي عندي. وانتم تقدروا تحطوه حتى في طبسيل هكا ولا في صينيه وتذوقوه كيما بغيتوا. كناخد داك الصحن اللي غادي ندير فيه الفاكهه اللي خديت، اما صحن اما طبسيل اما داك بحال ديال الدوم اللي كيديروا فيه الفاكهه. انا عندي هذا الصحن، هذا خديته من الارتيزانة، غادي ندير فيه الفاكهه اللي خديت. هاد الفاكهه كدير 60 درهم الكيلو، انا خديت ربعه، يعني غير ربعه 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 من الحاجه، راه كتجي الطبله زوينه ومزوقه. غادي نضيف له شويه ديال الحمص واللوز وغادي نخلط مزيان. انا هكا شفت ماما الله يرحمها كانت كدير كتخلط كلشي في صحن واحد، كيجي المنظر ديالو زوين بزاف. لقيت عنده حتى الحليوات ديال النوكا كيتباعوا 3 دراهم من الحبه، حتى هما خديتهم باش نحطهم بالفوق، حتى هما كيعطيو منظر زوين. وغادي ندير حتى المسكه فوق منه، حتى هي كتجي زوينه، وهكا تجي الصحن زوين. طبعا حنا لبنتي يديها حتى ما كنعرفوش، غنديرو غير الساق. زوينه الحنه عائشه ياكي.
باقيين مقصرين وباقي الاشياء ديالنا طويله، ولكن دابا وصل يعني الوقيته ديال العشاء. وكما قلت لكم راه في عاشوره كنوجدوا الكسكسو بالدياله وبالقديد اللي كنا وجدنا في عيد الاضحى، وكنكونوا يعني محتفظين بها لهذه المناسبه. ولكن بما انني صورت الفيديو قبل بيومين، فدرت هي الدجاج اللي عمرته بالشعريه الصينيه وفورته وحمرته في الفران، وبغيت نشارك معكم حتى هذا الشيء. ذوقته بالفرماج اللي درت فوق منه الخشخاش، وعاد درت الكاشير والزيتون، ورافقته ببطاطا ديال الذره اللي قليتها درتها في جناب ديال الدجاج، حيت الوليدات كيبغيو الفريت وكيبغيو هاد البطاطا وكيبغيو هذا الشيء. داكشي باش درت لهم اليوم خاطرهم، ما كنديرها لهمش ديما. وحنا باقيين قصارين ان شاء الله، تمام على الخير، والله يحيينا ويحييكم العام الجاي ان شاء الله، وتكون سنه يعني افضل من هذا العام هذا، والله يرفع لينا هالوباء يا ربي، واللي كيتمنى شي حاجه ربي ييسر له الامر ديالو. وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون عجبكم ودوزتوا معنا وقيته زوينه. عواشركم مبروكه مره اخرى، والسلام عليكم.